أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 84. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتبقى تحت عنوان Revision from Unit 9 to Unit 16، وهيكون في ضيافتنا في الحلقة الأساتذة اللي معانا في الاستوديو بالترتيب. مساء الخير مستر نبيل. مساء الفل يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ صباح الجمال تمام بخير الحمد لله. الحمد لله. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر خالد عطيه. مساء الخير يا مستر. اهلا وسهلا مستر احمد زحل. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم تمام. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر رمضان التركي. مساء الخير يا مستر رمضان. مساء الخير يا مستر احمد. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير الحمد لله تمام. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر خالد عبد الهادي. مساء الخير يا مستر. مساء الخير مستر احمد. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كل سنه وانتم طيبين. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر صلاح عبد الله. مساء الخير يا مستر صلاح. سلام مستر احمد. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. واخيرا وليس اخيرا هيكون معنا في الحلقه مستر محمد فتح الباب. مساء الخير يا مستر محمد. مستر الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ بخير الحمد لله تمام. شرفنا وتشرفونا كالعاده، وان شاء الله نتمنى لكم حلقه موفقه. وقبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا طبعا بعد ساعه من الان هينضم لينا مع فريق عمل اللغه الانجليزيه اللي معنا في الاستوديو مستر عماد المنشاوي، مستر عماد حمدي، ومستر محمد علي، ومستر احمد عبد القادر. طبعا اساتذتنا الافاضل اللي معنا في الاستوديو مجمعين كم كبير جدا من الجمل اللي هي بتاعه الثانويه العامه السابقه والثانويه العامه الازهريه ونماذج الوزاره والورك بوك. فيا ريت كل طلابنا الاعزاء يركزوا مع الاساتذه معانا في الاستوديو. وبرده بنقول لكم مفاجاه لاول مره يعتبر في الحلقه بتاعتنا، ان اساتذتنا الافاضل يعتبر دلوقتي انتهوا من الكتاب، والكتاب دلوقتي اوريدي متاح مع كل مدرسين اللي هو فريق العمل بالنسبه للغه الانجليزيه حصري معاهم. ممكن حضرتك تتواصل معاهم من خلال التليفونات بتاعتهم للحصول على الكتاب. وهنستاذن المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا الكفر بتاع الكتاب. طبعا الكفر دلوقتي زي ما انتم شايفين عليه صور المدرسين اللي معانا فريق العمل اللغه الانجليزيه في البرنامج، وتحت كل صوره من اساتذتنا الافاضل تليفون كل مدرس للتواصل معاه وتسهيل عمليه الحصول على الكتاب. نبدا الحلقه بتاعتنا مع مستر نبيل بكير، ويا ريت نستاذن المخرج بتاعنا يجيب لنا الصفحه رقم 1. اتفضل يا مستر نبيل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الفل على كل طلاب الثانويه العامه، صباح الفل على احلى اساتذه اللغه الانجليزيه في مصر كلها، صباح الفل على طلابي خاصه. عندنا النهارده ريفيجن يا جماعه، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله وتنول استحسانكم. ريفيجن من يونت 9 ل 16 على جرامر. فاول درس طبعا في يونت 9 كان بيتكلم على الدايركت اند اندايركت سبيتش، اللي هو كلام مباشر وغير مباشر. كلنا عارفين طبعا بالنسبه للدايركت، دايركت بيبقى كلام بين تو كومات انفرتد، بين كومتين مقلوبتين، بيبقى الاكزاكت ووردز اوف ذا سبيكر، كلمات المتحدث بالظبط. الاندايركت انا بحاول الكلام ده بقى بشيل التو كومات انفرتد، بربط بذات او ممكن ما اكتبهاش، بحاول البريزنت باست والباست باست بيرفكت، بحاول تومورو ذا نيكست داي يسترداي ذا داي بيفور الى اخره. اول جمله مفتاح الاجابه هنا، دينا انفورمد اس ذات هير بيبي، وفي طبعا سبيس ذن. انا عندي كلمه ذن دي تعتبر مفتاح الاجابه، ذن دي كانت اصلا ناو، والناو دي يعني كان في برنت كونتينوس مضارع مستمر، والمضارع المستمر تحول الى باست كونتينوس ماضي مستمر. يبقى انا كل تركيزي على ووز او وير وليبر ان جي. في مفتاح الاجابه هنا كلمه ذن. دينا انفورمد اس ذات هير بيبي ووز كراينج، هاد كرايد، كرايد، هاز بين كراينج. اتفقنا مع بعض في ذن كانت ناو، دي كانت البيبي از كراينج، يبقى الاجابه ذا رايت انسر ووز كراينج. نمبر 2، اي تولد ذا تيشر اي ذا فولوينج ليسون. انا كلمه فولوينج دي اذا كلمه فولوينج او ذا نيكست داي او ذا داي افتر، يبقى هتركز على الفيوتشر، يعني هركز على would والinfinitive او was aware plus going to او was aware plus verb ing، هم دول اشكال المستقبل كلهم. كلمه following جابت الاجابه خلاص. I told the teacher I the following lesson didn't attend wouldn't attend won't attend hadn't attended. دي كانت اصلا I won't attend، يبقى حول won't الى wouldn't attend، يبقى the right answer is letter C wouldn't attend. احسنت يا مستر نبيل. ننتقل للصفحه رقم 2 مع مستر خالد عطيه. اتفضل يا مستر. صباح الخير جميعا، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، عام موفق وعام سعيد على كل طلاب الثانويه العامه في مصر باذن الله. استكمالا لكلام استاذنا الفاضل مستر نبيل، طبعا بنتكلم هنا بنناقش ريبورت سبيتش المباشر وغير المباشر. لو بصينا كده على الجمله الثالثه مكتوب ايه في نمبر 3، هي ادميتد ذات هي سبيس ليت ذا نايت بيفور. طبعا احنا عارفين ان كلمه نايت بيفور دي كان اصلها لاست نايت، يبقى معنى كده ان الجمله اصلا كانت باست سيمبل، والباست سيمبل ده بيتحول ايه بالظبط؟ باست بيرفكت، يعني هادو بي بي. وبالتالي لو بصينا على التشويسز هاد ارايفد، ارايفز، تو ارايف، هاز ارايفد، اكيد الاجابه ها
تمام. نمبر A had arrived. تمام. يبقى نمبر 3 is A. Let's move to number 4. نشوف كده الجملة الرابعة يا جماعة. He said that his space be able to sleep until he had arrived. He had finished the story. معنى الجملة هو قال أنا مش هقدر أنام لما أخلص. تمام. أصل الجملة دي إيه بقى؟ أنا مش هقدر أنام. I will not أو I won't. I want to be able to sleep. ده أصله. يعني أصل الجملة كان future. أنا مش هقدر أنام في المستقبل يعني. وعشان future أنت عارف كل المودلز أفعال الناقصة منها will والكلام ده. will بتحول would وشال should وهكذا. وبالتالي بما إن كان أصل الجملة I will not اللي هي I want يعني أختارها wouldn't. عشان كده إجابة الجملة هتبقى number D. That's all. أحسنت مستر خالد. ننتقل للصفحة رقم 3 مع مستر رمضان التركي. تفضل يا مستر. مساء الخير على طلبتنا الأعزاء. مساء الخير على السادة المدرسين الأفاضل اللي بيتابعونا. مساء الخير على كل الناس. أنا هتابع درجة ومدرجة تكملة لكلام مستر خالد مستر نبيل. ده هنا الكويستشن السؤال. الطلبة بس تركز على الكلمتين أقولهم بعد كده نمشي على طول بسرعة. إحنا عندنا السؤال أسكد أو أسكز أو أسك وعندنا وندر كان يو تيل مي أي ونت تو نو. ايه اللي وراهم بقى احفظهم كده ask asks asked وراهم if whether اي اداه استفهام if whether اي اداه استفهام على طول اكتب انا عايز وراهم السبجكت بلس الفيرب يبقى انا عندي ask asks asked if whether اداه استفهام سبجكت وفيرب فلو بصيت في المثال الاول عمر wondered wondered طبعا دي كده دخلت في السؤال زي asked وزي asks طيب where ادي اداه الاستفهام the charger يبقى انا عايز هنا الفيرب طب wondered في اي زمن في الباست زي ما قال مستر نبيل past attracts past الباست معايا باست يا باست بيرفكت والبريزنت لو كانت فيها بريزنت هتبقى بريزنت فانا عندي وندرد في الباست يبقى هستبعد بوتس لتر اي هستبعد از بوتينج عشان ده كده بريزنت كونتينوس هستبعد از بوت عشان ده باسيف في البريزنت سيمبل يبقى الاختيار الصح لتر سي واز بوت عشان دي جمله باسيف وير ذا تشارجر واز بوت واز بوت الجمله السادسه طبعا تكمله للدايركت والاندايركت في الجمله الخبريه بس هو استخدم دينايد مكان سيد نفس القصة كده the boy denied the shift and said that he the car then تم زين دي برضو مفتاح دين أنا بستخدمها في present continuous وأحيانا بستخدمها في present perfect continuous طب أنا present perfect has have been will verb plus ing يبقى هنا الباست بتاعها هيبقى letter C الاختيار بتاع ستة letter C had been cleaning that's all ننتقل للصفحة رقم 4 مع مستر خالد عبد الهادي تفضل يا مستر أعزائي طلبة طلبات الثانوية العامة نقول لكم كل سنة وانتم طيبين ببداية المراجعات بتاعتنا ما ننساش زي ما أشار مستر أحمد السعيد أن كتاب مدرس على الهواء كتاب مهم جدا هينفعك في أسئلة كتير جدا out of the box بالنظام الجديد للثانوية العامة كتاب دوت بمجرد ما تحله هتلاقي نفسك أنت قادر أنك تحل أسئلة كتير جدا جدا وآخر السنة ربنا يكرمكم إن شاء الله وتقفله وتجيبوا درجات كويس جدا في اللغة الإنجليزية الحاجة التانية اللي عاوز أقول لكم عليها ان النهارده احنا بنتناول مجموعه من الاسئله اكيد جايه اخر سنه لا محاله زي مثلا الدرس بتاع الدايركت اند اندايركت دوت موجود عندنا في ثلاث وحدات فنركز قوي مع بعض طبعا اساتذتنا شرحوا جزء كبير منه بنكمل بقى تمرين مع بعض كده وبنقول جمله نمبر 7 شي اسكد وات طالما هو بيقول لي اسكد لازم اخد بالي ان الجمله هنا في الباست ما قالش اسكس فلما قلت شي اسكد باست يبقى انا اكيد هحول الجمله اللي جوه تبقى باست ما تاخدش حاجه في البريزنت خالص طيب نشوف بقى الكي وورد بقى في ذا سنتنس مفتاح الجمله بقى ات ذات مومنت ات ذات مومنت كان ات ذيس مومنت يعني بنتكلم في البريزنت كونتينوس يبقى انت عاوز تستخدم هنا الباست كونتينوس كده انت طالما شفت الكي وورد اللي هتدلك انت هتاخد انهي زمن يبقى انت هتاخد على طول الباست كونتينوس عشان كان اصلها بريزنت كونتينوس فلما تيجي تبص للاختيار نمبر A I was doing the past continuous was I doing ما تنفعش زي ما قال لنا مستر رمضان لازم لما اربط ب what يبقى وراها subject فاعل فلازم اوتوماتيك تستبعد B هتفكر في A I was doing طب ما انت عندك I had done ما هي فاعل برضه هي بس past perfect ما انت عندك I did past simple بس نرجع بقى لكلامنا مفتاح الجملة at that moment يبقى انا عاوز past continuous يبقى I was doing Let's move to number 8. نتحرك للجملة رقم 8. The policeman asked the reporter about when he was jogging. طبعا هنا معنى الجملة ال policeman كان سأل الريبورتر اللي بيبلغ عن الحادثة ايه اللي هو شافه اثناء ما كان بيجري. خد بالك برضو asked ماضي was jogging ماضي
هربط بأداة استفهام what، هستبعد أي حاجة ما فيش وراها subject، يعني هستبعد number A what did he، أنا عاوز what he، هستبعد number C what he has. طب ليه مستر استبعدتها؟ ما هي what he أهي الفعل وراه عشان has present وإحنا بنتكلم في الباست policeman asked. نيجي لنمبر دي what was he losing، برضو was he ما تنفعش، هتلاقي نفسك على طول الحل الصح هو نمبر P what he had lost، عشان ماضي وعشان الفاعل وراها متماشي مع قاعدة وزمن الجملة. That's all. Thank you. أحسنت مستر خالد. ننتقل لبيجي نمبر 5 مع مستر صلاح عبد الله. تفضل مستر. بسم الله. نكمل يا جماعة هنا. نمبر 9 she asked me whether ودون space there before. نفس الحكاية هنا. عندي asked هكمل على طول فين في الباست. محتاج subject verb بعد whether subject plus verb. نيجي نشوف الـ four choices اللي عندنا. عندي هنا letter A I had been I went I had 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 I been. هستبعد على طول letter D. خلاص بدأ بـ verb هنستبعده. يبقى عندي ثلاثة. هرجع أبص فوق في الجملة للمفتاح الحل عندي هيطلع before. محتاج هنا past perfect. past perfect فوجئت باثنين A و C، لكن بعد كده ارجع للميننج في جمل زي كده. خد بالك انا عندي هنا كان ممكن ان عندي الكيورد before بتدلني على اختيارين past perfect، فعندي اثنين عندي ال A و C، لكن الميننج هنا هنختار letter A I had been there before. number 10 she asked him where within the space his laptop. نفس الموضوع، طالما هنا asked في ماضي هكمل على طول ماضي، ونفس الموضوع هيبقى subject زائد verb. نيجي هنا هستبعد letter B وletter D، خلاص مش محتاجهم خالص. بدأ هنا بverb مش محتاج الكلام ده، أنا محتاج subject. يبقى عندي letter A وletter A C. يبقى A وC هنا he had put ولا he has؟ لا، يبقى كان بره asked ماضي، يبقى اختار حرف الA letter A علشان he had put his lab طب، واستبعد طبعا المضارع present in a perfect he has put. احسنت مستر صلاح. ننتقل لبيج نمبر 6 مع مستر محمد فتح الباب. اتفضل يا مستر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبرحب بكل الطلبه اللي بتشوفنا النهارده، وحشتونا بقى من السنه اللي فاتت، والنهارده ان شاء الله بنبدا المراجعه بتاعتنا. ان شاء الله المراجعه النهارده ريفيجن النهارده بادئين فروم سكراتش، يعني من البدايه كده المراجعه بتاعتنا جريدد، يعني بادئين في الاول بالست بوكس، وبعد كده ان شاء الله مع الحلقات تباعا ان شاء الله هنبدا نتدرب اعلى واعلى عشان ايه ندربكم على النيو سيستم ان شاء الله. نبدا كده زي متابعه اللي ما قاله الاساتذه طبعا. شي اسكد هيم وات دوينج سينس هي ليفت سكول. طبعا هنا من الواضح على طول في السنتنس عندنا هنا كويستشن سؤال اسكد اهوت شي اسكد، يبقى طبعا هنا بستخدم الهلا الكويستشن وورد اللي هي وات، وبعد كده بجيب بعدها الجمله على هيئه statement جمله خبريه، مبدا بالسبجكت وبعد كده الفيرب، ما تنساش ان الفيرب لازم يكون باست. تمام، يبقى انا بستبعد اول letter A had he been، ما تنفعش لان لازم ابدا بالسبجكت. تمام، الجمله الثانيه he was doing، بس هنا عندنا في كلمه sense، فطبعا احنا عارفين ان sense بتيجي مع الازمنه البيرفكت اللي هي المضارع التام ماضي التام. طبعا هنا عارفين ان الجمله متحوله يبقى لازم باست، يبقى هنا في الجمله طبعا في عندنا has is، طبعا دي ما تنفعش خالص، فالاجابه الصح اللي هي طبعا اللي هي letter C he had been he had been doing since he left school. بعد كده عندنا number 12 احمد recommended me not space on the new course. طبعا هنا في الجمله ديت احنا دخلنا على new kind النوع الجديد اللي هو requests اللي هي طبعا الطلب او orders الاوامر او recommendation اللي هو التوصية. فطبعا احنا عندنا احمد recommended me، احنا عارفين كل الverbs ديت زي recommend request asked معنى طلبة، بيجي بعدها الobject اللي هو المفعول، بعد كده to plus infinitive or not to، طبعا هنا على حسب الجملة. احمد recommended me not space on the new course، يبقى طبعا هنا عارفين احمد وصاني رشح لي ان انا to enroll ان انا اقدم اسمي او ان انا ادرج اسمي، يبقى هنا طبعا الاجابه الصح طبعا هنا انرولينج ما تنفعش. لو هنا ما فيش اوبجكت ريكومند لو ما جاش بعديها اوبجكت ممكن اخد ايه جيرنت اخد انرولينج، بس هنا في اوبجكت مي، طبعا شود انرول برده ما تنفعنيش. تمام،
تنفع امتى؟ لو في ريكومندد ذات وبعد كده سبجكت وفيرب وانرول ما تنفعش كده، لازم ان انا اخد تو انرول، يبقى الاجابه طبعا الليتر دي اللي هي تو انرول. احسنت يا مستر محمد. ننتقل لبيج نمبر 7 مع مستر نبيل بكير، اتفضل يا مستر. نمبر 13 يا جماعه، هنشوف نوع الجمله الاول، هل هي ستيتمنت، هل هي كوماند جمله امريه، هل هي جمله خبريه واضحه من الجمله. شي وبعد كده سبيس someone to tell her the way to the theater. She said someone to tell her the way to the theater. She wondered someone to tell her the way to the theater. She inquired someone to tell her the way to the theater. She asked someone to tell her to the theater. حتى هنا واضحة بالسنس بتاعها ان الاجابة وضحت جدا جدا جدا. اولا wondered ما بيجيش بعد object، فهنا في wondered someone ده استحالة. said ما بيجيش بعد object برضه، هستبعدها. inquired لازم يكون في if او whether او question word، مفيش لا if ولا whether ولا question word، يبقى الاجابه الصح she asked someone to tell her the way to the theater. ده يعتبر request، يعني اصل الجمله she said to someone could you tell me او can you tell me the way to the theater، يبقى she asked someone to tell her the way to the theater، ده جمله request. number 14 من الحاجات المهمه جدا 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 زي ما قال مستر احمد فتحي الباب، I suggested that زي ريكومند كده، I suggested that she the conference as our representative. انا اقترحت انها تحضر المؤتمر كمندوبه لينا يعني. had attended attend attending attend. suggest ده الخصوصيات. suggest لو ما فيش بعديه ذات ولا subject بعديه gerund على طول. لو في ذات يبقى في بعديه subject وشود والمصدر. ما فيش ذات يبقى بعديه امبينيتيف، ده في البريتش. يعني انا اي سجستد ذات شي، عندك هاد اتندد اتند اتندنج اتندس. طبعا الاجابه الصح ليتر بي، ليه اتند ليه الامبينيتيف، لكن في الامريكان ممكن استعمل اتندس عادي، لكن خلينا في البريتش طبعا الاجابه اتند. احسنت يا مستر نبيل. ننتقل لبيج نمبر 8 مع مستر خالد عطيه، اتفضل يا مستر. تعالوا نكمل مع بعض كده يا جماعه. نمبر 15 الجمله بتقول، نقراها سوا كده، قدامنا هتظهر على البورد اي بيج 8 مكتوب هبة suggested space and your servant as she has some health problems. هبة بتقترح، بنحاول نهتم بالميننج يعني كده الأول نفهم الجملة بتقول إيه، إن إحنا نجيب خادم جديد يعني عشان عندها مشاكل صحية أو تعبانة. تمام. من أشهر الكلمات اللي هي followed by gerund اللي بيجي وراها الـing ثلاثة، اللي هما suggested and I admit. ثلاثة اسمهم إيه؟ suggested and I admit. يبقى الثلاثة دول بنركز عليهم إن هما they are followed by gerund or verb plus ing، بيجي وراهم فعل في ing suggest deny admit. فلو بصينا على نمبر 15 كده، هيبة suggested is getting gets has got، أكيد الإجابة طبعا نمبر B getting. تمام. next he admitted، إحنا لسه قايلين أهو admitted، قلنا الثلاثة اسمهم إيه لو فاكر؟ suggested deny admit followed by ing، بيجي وراهم ing، عشان كده هنقول هي admitted space my new computer by mistake، خدت الكمبيوتر بتاعها عن طريق الخطأ، بما ان بيجي وراها الـ ing فالإجابة هتبقى نمبر C. تمام. طب هل يجوز تبقى نمبر إيه؟ طبعا هي admitted had taken، لا بس هنا في غلطة صغيرة، المفروض يبقى في subject، يعني هي admitted مثلا that he had taken أو من غير ذات تبقى هي had taken. فلو أنت بتسأل ليه ما خدناش had taken؟ because we don't have a subject، عشان ما عندناش فاعل. طالما ما فيش وعلى طول كده السبيس جاي ورا الكلمة على طول، يبقى جيرند. تمام. إيه هما بقى التلات كلمات؟ suggest deny admit that's all. أحسنت مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 9 مع مستر رمضان التركي، اتفضل يا مستر. رجعنا لكم تاني بجملتين برضو من اللي فيهم أفكار الثانوية العامة المتكررة جدا، إن أنا ألاقي في الجملة ناو أو جاست ناو. لو أنا قريت الجملة كده نمبر 17 he said just now he space a new story now. خلي بالك بقى اما الاقي في جمله ناو او جاست ناو او مومنت اجو اشورت تايم اجو، لو كتبت معايا ناو جاست ناو او مومنت اجو اشورت تايم اجو كده، انا بحافظ على الزمن، ما برفعوش درجه زي ما احنا متعودين سيت باست هناخد باست، مع ان سيت في الباست بس انا عندي جاست ناو، يبقى انا بحافظ على زمن الجمله زي ما هو. طب انا الجمله فيها الكيورد بتاعتها عندي كلمه ناو، وناو دي تدل على ايه؟ ايوه على البريزنت كونتينوس. هبص على اختياراتي بقى، is reading was reading was read had read. لو انا طالب النهارده مش مذاكر الفرق في جمله سيد ومعاها جاست ناو وسيد لوحدها، كنت اختار واحده في الباست. انا اول ما شفت جاست ناو
فانا بحافظ على الزمن فاختار مين؟ تمام، انا سامع حد بيقول لي از ريدنج فيري جود، يبقى ليتر اي. الجمله الثانيه احمد برومز ذات، برضه نفس الفكره، هو حاطط لنا as soon as احمد برومز ذات هي سبيس as soon as the plane landed. طب احنا واخدين من الروابط as soon as وافتر وبيفور الى اخره، كان وراهم present simple او present perfect، كان الزمن الثاني future. اذاكر كده معايا as soon as وافتر وبيفور، كل الجوينرز كل لينكرز كلهم present simple، كان قدامهم future. طب انت هنا في الدايركت والاندايركت، فبرومزد في الباست، يبقى انا مضطر الاقي درجه زي ما انا رقيت لاند اللاندد، يبقى انا هعمل الفيوتشر في الباست. يبقى هل هختار ويل فون ولا ووت فون ولا فون ولا فونز؟ تمام، انا سامع حد بيقول لي ووت فون ليتر بي. ذاتس اول مستر احمد. احسنت مستر رمضان، ننتقل لبيج نمبر 10 مع مستر خالد عبد الهادي، اتفضل يا مستر. ورجعنا لكم تاني بجملتين برضو من جمل امتحانات الثانويه العامه السابقه وجمل نماذج الوزاره. خد بالك احنا بنتكلم النهارده على درس الدايركت والاندايركت او الريبورتد سبيتش اللي هو المباشر والغير مباشر، فعشان تحل اي جمله لازم تاخد بالك هل الجمله دي ستيتمنت خبريه ولا هي جمله كويستشن سؤال ولا هي جمله امريه. فنبص كده في الجمله رقم 19 ونبدا ناخد بالنا منها. My friend explained that he space late because of a road accident the previous day. معنى الجمله بيقول لي صاحبي اتاخر امبارح او شرح لي ان هو اتاخر امبارح بسبب الحادثة اللي حصلت في الطريق the previous day اللي هي كان أصلها yesterday. وده اللي اتكلمنا عن إيه في المرة اللي فاتت، قلنا خد بالك من الكيورد previous day كان أصلها yesterday، يبقى أنت بتتكلم في الباست، بتتكلم في الباست. حتى بيقول لي my friend explained، خلاص يبقى أنا هختار حاجة في الباست على طول، فأوتوماتيك أنت هتستبعد will be وهتستبعد number B has been. هيبقى اختيارك ما بين had been اللي هي number C وما بين would be. فطبعا انت عندك yesterday اللي هي بنرقي الزمن درجه فبنخليه past perfect، يبقى طبعا الاختيار الصح بتاعها تمام، الله ينور عليكم، letter C is the right answer اللي هي had been، عشان رقينا الزمن درجه من ماضي بسيط لماضي تام يعني past perfect. نبدا بشوف الجمله number 20. I advised her. ده جاب لي verb وبعدين جاب لي وراه object على طول. طالما جاب لك الفيرب والاوبجكت يبقى انت اوتوماتيك اتحولت في جمله الامريه او اللي هي جمله النصيحه او جمله التحذير. لما اقول I told him to, I advised him to, I advised him not to، اول ما تشوف الفيرب وبعديه الاوبجكت فانت اوتوماتيك يا بتختار يا to plus infinitive يا not to plus infinitive. شوف بقى معنى الجمله هنا هو اللي بيفرق معانا. نبص كده في الجمله رقم 20، اظهر لكم على البورد دلوقتي ونشوف. I advised her to start ولا not to start، انت هتستبعد C وهتستبعد D، احنا قلنا يا to يا not to. I advised her to start revising for the test. انا نصحتها انها تبدا مراجعه للاختبار، يبقى هي to is the right answer، ما ينفعش طبعا not to. And that's all Mr. احمد. احسنت مستر خالد، ننتقل لبيج نمبر 11 مع مستر سارة عبد الله، اتفضل يا مستر. بنكمل طبعا يا جماعه نفس موضوع الدايركت اند دايركت سبيتش. 21 مونا promised that she وده النسبيس بتاعي home to the following day. قبل ما ابص على الاختيارات بتاعتي ممكن بسهوله خالص بدات انا promised خلاص محتاج باست. ابص في اختيارات الاربعه عندي A B بعد كده has been will have been would be، يبقى هنا نختار letter D would be. وتاكد كمان اجابتك بالكورد عندنا اللي موجوده the following day، يبقى انا هنا كان في عندي بهدوء خالص promised past، يبقى ده على الباست. هنا كانت جمله جميله جدا ودي جت 2011 ما فيش ولا باست عندي الا would be، يبقى دي الاجابه اللي احنا عايزينها. طيب 22 Dina informed us that her baby، واداني هنا السبيس اللي عندنا within، يبقى هنا برضو informed بدات past، يبقى هكمل برضو في أزمنة الماضي. واداني كمان كيورد عندي هنا ايه then، وقلنا then دي اصلها now، يبقى على طول اجابتي عندي هنا had cried had been crying cried، يبقى was crying، يبقى letter D was crying. دي الاجابه اللي احنا ايه عاوزينها. احسنت يا استاذ صلاح، ننتقل لبيج نمبر 12
مع مستر محمد فتح الباب. اتفضل يا مستر. اهلا بيكم مره ثانيه، نكمل مع بعض. نمبر 23، she wondered when singing with the band. Do I begin, had I begun, did I begin, I had begun. طبعا احنا عندنا في اول ما نقرا الجمله she wondered، يبقى هنا طبعا احنا بنتكلم على question، سؤال، وهنا طبعا question word اهيت when. وبعد كده احنا عارفين ان احنا بنرتب الجمله ترتيب statement subject وبعد كده verb، ولازم نكون طبعا الفيرب اللي عندنا الزمن بتاعه past simple او past عامه، يعني على حسب الايه التنس بتاع الجمله. she wondered when singing with the band، يبقى هنا طبعا do I begin ما ينفعش لان انا بادئ هنا بالفيرب. had I begun برضو ما تنفعش لان انا بادئ هنا بالفيرب. يبقى did I begin برضو ما تنفعش لان انا بادئ بالفيرب. يبقى الاجابه الصحيحه اللي هي letter D، I had begun، I had begun singing with the band. ممكن في نيو سيستم يجيب لي جمله زي كده ويقول لي she wondered when، ويكملها I had begun singing with the band، ويقول لي this is a reported statement ولا reported question ولا reported request. طبعا هنا يعني غير نمط الكلام. طبعا انا عارف كده اول ما بشوف wondered يبقى ده reported question. طيب ننتقل بعد كده ل number 24، she wondered if، برضو معانا wondered ملازمنا، wondered يبقى على طول اول ما بشوفها، يبقى احنا هنا نتكلم على question. She wondered if، بس المرة دي هنا بقى ربط ب طبعا if يبقى معناها هل أو or whether. طبعا الاثنين معناهم هل، برضو نفس الفكرة، بجيب بعديهم الجملة مترتبة على هيئة statement. يبقى if he will pass the exam، تنفع ماشي، بس هنا التنس بتاعي will، لازم يبقى قلنا التنس عندنا يبقى past. will he pass جاب الverb الأول، بعد كده subject ما تنفعش. he had passed the exam، تمام، و pass طبعا هنا الإجابة الصحيحة اللي هي number أو letter C، he had passed the exam. طبعا هنا عشان أرتب الترتيب الصحيح he had passed the exam. برضو الجملة زي كده ممكن يجيبها لي كده بالنيو سيستم، يقول لي she wondered if he had passed the exam، يقول لي the actual question، السؤال الفعلي كان إيه، كان يا ترى مثلا will he pass the exam ولا have you passed the exam. طبعا الإجابة هتبقى have you passed، تحولت إلى he had passed. تمام، ديت الـ A في نمبر 24. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل لبيج نمبر 13 مع مستر نبيل بكير. اتفضل يا مستر. نمبر 25 يا جماعة، استكمالا لمسيرة الدايركت سبيتش، استكمالا لكلام السادة الزملاء. سام أسكت هالا، في أسكت، سام أسكت هالا شي واز دوينج إنيثينج ذا نكست داي. ده كويشن، سؤال، لازم يكون في حاجة من التلاتة، يا كويشن وورد أداة استفهام، وات وين واي هاو ماني هاو ماتش، إف أو ويذر، او لو ريكويست ممكن تو، يعني ممكن اقول لاسامه اسكت هالا تو برينج هير كلاس اوف ووتر، بس مفيش هنا تو. انا عندي في الاجابات هنا ويذر، ويذر وذاوت اكسبت، لا عندي الاف ولا اداه استفهام. الاجابه واضحه جدا 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 طبعا، وذاوت مستبعده بيجورا جيراند، اكسبت مش معانا في الكلام خالص. في ويذر ويذر، طبعا في ويذر الاولى اللي هي ايكوال اف، ويذر الاولاني دي بمعنى الطقس، يبقى الاجابه الصحيحه ليتر بي، ويذر اللي هي ايكوال اف يا جماعه. يبقى سام اسكت هالا وذا شي واز دوينج انيثينج ذا نكست داي ليتر بي. نمبر 26، احمد اسكت بي وير، برضه الجمله استفهاميه، احمد اسكت بي وير يعني جاب لي كويشن وورد، ولازم اخد هنا الجمله تكون الجمله الاستفهاميه، اما بحولها من دايركت الى اندايركت لازم اقدم الفعل على الفعل، يعني بحول السؤال لجمله عاديه لان بتخلص بالانترجيشن مارك اداه استفهام في الاخر. فهنا بقول لي احمد اسكت بي وير ذا داي بيفور، كلمة دي before اللي equal the previous day، يعني كانت يحصل yesterday، يعني كان past، والpast ممكن تحول لpast perfect أو يفضل زي ما هو past simple زي ما جاب في امتحان 2012. يعني هنا أحمد asked me where the day before، where I had gone ولا I went ولا A and B ولا did I go. In my opinion both of them are correct A and B. أنا ممكن أسيب past simple زي ما هو past simple أو أحوله لpast perfect، فالإجابة الصح A and B، أحمد asked me where I went the day before او where I had gone the day before. احسنت مستر نبيل. ننتقل لبيج نمبر 14 مع مستر خالد عطيه. اتفضل يا مستر. نكمل يا جماعه مع بعض كده. نمبر 27 بتقول محمود promised he wouldn't tell anyone what space he said what space said. وعندي choices had I I had have I I have. لو احنا فاكرين مع بعض لما كنا بنشرح ده كنا بنقول ان احنا لازم نجيب حاجه اسمها past sentence. لو نفتكر كنا قايلين ان في حاجه اسمها الباسورد او كلمه السر كده اسمها past sentence، يعني بنجيب فاعل ثم فعل في الباست في الماضي
ايا كان الماضي ده بقى ايه، سيمبل بيرفكت مش فارق. فلو بصينا كده على تشويسز نمبر ايه مكتوب هاد اي، لا هاد ده مش فاعل ولا اي ده فعل. طب بالنسبه لتحتها سي هاف اي، لا برضه غلط. لكن لو بصينا البي ودي هنلاقيهم سبجكت اي هاد واي هاف، تمام. احنا قلنا اسمها ايه باست، يبقى لازم اخدها ماضي، يبقى اي هاد نمبر بي. طيب نشوف 28 بتقول شي اسكيد مي وذر سبيس تو كايرو تاور بيفور، سالتني انت رحت كايرو تاور قبل كده، برج القاهره يعني. احنا لسه بنقول كلمه السر اسمها باست سنتنس، يعني فاعل ثم فعل في الماضي. فعشان نجيب فعل وفعل في الماضي عندي هاف اي بين ولا اي هاف بين ولا اي هاد بين ولا هاد اي بين، ها انهي واحده باديه بسبجكت؟ سي وبي اللي هي اي هاد واي هاف. انهي باست؟ اي هاد بين. يبقى الاجابه نمبر سي، يبقى 28 رقم سي. ذاتس اول. احسنت يا استاذ خالد. ننتقل لبيج نمبر 15 مع مستر رمضان التركي، اتفضل يا مستر. ورجعنا لكم تاني برضو بجملتين امتحان ثانوية سابقة زي ما قال مستر محمد فتح الباب. إن شاء الله المراجعات اللي جاية نبدأ نرفع الدرجة شوية على النظام الجديد. إحنا كده بنغطي الثانوية العامة والنماذج كلها عشان يبقى كده كله تمام. 29 عمرو فوند مي تو نو ويتش يو يونيفرستي أي ذا فولوينج يير. طبعا إحنا متفقين أداة الاستفهام ويتش سبجكت أداة السبجكت أي، يبقى أنا محتاج الفيرب ذا فولوينج يير ده الفيوتشر. الفيوتشر بنرفعه درجة يبقى باست، فيها يبقى هنختار جوينت ولا وود جوينت ولا هاف جوين ولا هاف جوين. هستبعد طبعا هاف جوين دي تماما، وطبعا ده فيوتشر يبقى نختار ليتر بي وود جوين. نمبر 30 wanted to know، برضه لسه شغالين في الكويستشن ريبورتد في السؤال. wanted to know how دي اداه الاستفهام، انا محتاج سبجكت ادفيرب، wanted دي في الباست محتاج برضه باست زي ما قال مستر نبيل بكير، محتاج باست. هستبعد اي هاف، هستبعد هاف اي، يبقى عندي ليتر بي وود اي واي وود. طبعا ده احنا قلنا اداه الاستفهام subject verb subject verb، يبقى نختار مين؟ ايوه تمام I would letter B. ده اول مستر رمضان. ننتقل لبيج نمبر 16 مع مستر خالد عبد الهادي، اتفضل يا مستر خالد. شكرا مستر احمد. طلابنا طلبه الصف الثالث الثانوي عاوز بقى نقرا الجملتين دول مع بعض، وقبل ما احنا نقول الاجابه تكون انت حلتهم لوحدك بعد الشرح اللي احنا كنا شرحناه. شوف كده الجمله نمبر 31. سلوى wanted to know where space such a nice shirt. سلوى wanted to know، لازم نحدد الجملة دي جملة خبرية ولا أمرية ولا استفهامية. هنا طبعا ناس استفهامية، وجايب لي الربط بتاعنا بوير، وإحنا قلنا لما بنروي بقى استفهام بنحتاج وراها الفاعل. فلما تبص كده على التشويسز اللي عندك الاختيارات هتدور إيه الفعل اللي موجود عندك. نمبر A I buy، نمبر B would I، would I فاستبعدها. نمبر سي اي هاد بوت، احطها في الحسبان. نمبر دي هاف اي بوت، استبعدها. يبقى انا هفكر في ايه وفي بي، انا عاوز السبجكت هو اللي هو اداه الاستفهام. هنا بيقول لي wanted to know، جابها في الباست، يبقى هستبعد ايه اللي هي اي باي واختار اي هاد بوت. برافو عليكم، خدتوا بالكم وشفت ناس حلوها من قبل ما نقولها. تعال نشوف نمبر 32 شي wanted to know why، برضو جمله استفهاميه، يبقى عاوز السبجكت، نمشي بقى بنفس المبدا. A will he نستبعدها، C had he هنستبعدها برضو، احنا عايزين السبجكت الاول. لما تبص على B هتبقى he will، بعدين تبص على D he had. طب انت عندك wanted to know يعني بتتكلم في الماضي، يبقى استبعد he will واختار حاجه في الماضي اللي هي he had. يبقى الجمله على بعضها she wanted to know why he had been angry that day before and that's all. Thank you. احسنت مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 17 مع مستر سر عبد الله، اتفضل يا مستر. بسم الله. في الجمله يا جماعه 33 داليا wanted to know if، واداني اختيارات بتاعتي to dream park before. زي ما اتفقنا السيستم اللي شغالين بيه هنا كده في الدرس ده سهل جدا. wanted هكمل على طول past وسبجكت زائد verb جمله statement. يبقى انا عندي اختيار الاول I have، B have I been، had I been، I had been. يبقى هستبعد على طول B وC. يبقى عندي I have ولا I had been، يبقى I had been. خلاص عشان wanted هكمل past على طول، وهنا past perfect. 34 I asked their opinion of my new car was. هنا يا جماعة في asked هحتاج يا إما if يا whether يا question mark.
طب خلاص يبقى عندي الليتر A that بعد كده F where what. يبقى أنا هنا السؤال هنا عندي تلاتة ينفعوا F where what، بس هنا ما بيسألش سؤال بهل، بيسأل عن شيء، يبقى الإجابة عندنا letter D what. أحسنت يا مستر صلوة. ننتقل لبيج نمبر 18 مع مستر محمد فتح الباب، تفضل يا مستر. طيب نمبر 35 تكملة برضو الاندايركت. The investigator asked the witness what space at the scene of the accident the day before. المحقق طبعا او الشرطه يعني بتسال الشاهد ايه اللي هو مفروض شافه at the scene في مسرح الجريمه او مكان الجريمه of the accident the day before، الليل اللي قبل كده. طبعا هنا الواضح برضو زي ما احنا اتفقنا بنبص على اللي هو الفيرب بتاعي asked اللي هو هنا سال، يبقى هنا طبعا انا عايز سؤال، هو حاطط هنا question word اللي هو what، وبعد كده طبعا انا بحط بعديها زي ما احنا اتفقنا برتب الجمله statement subject وverb، ولازم ما تنساش ان لازم يكون الverb in the past. فطبعا هنا did he see، طبعا ان هنا الترتيب بتاع الجمله مش صح. he had been seen، seen يعني هو شاف، ما تنفعش طبعا لان هنا باسيف مبني المجهول، انا عايز اقول هو شاف ايه اللي هو شافه what he had seen. طبعا الاجابه هنا letter c he had seen، والاخيره طبعا ما تنفعش لان had he seen مقدم الايه الفيرب، لازم يبقى سبجكت وبعد كده فيرب، يبقى هي هاد سين هو شاف ايه، يبقى ليتر سي هي الاجابه الصح. طيب طبعا نمبر 36 ده نوع جديد او حاجه جديده يعني. كان يو كايندلي تيل مي وير، ممكن لو سمحت تقول لي وير فين، از ذا مانجر، ذا مانجر از ذا مانجر بس از وخلاص. طبعا هنا الجمله ديت تبدو يعني الوهله الاولى اي حد ممكن يخش عليها ويدخل عليها يقول لك وير از ذا مانجر. الجمله دي اصلا مش ان دايركت خالص، هي الجمله ديت حاجه اسمها بلايت ريكويست. البلايت ريكويست هو في شبه كده من الان دايركت، ان هو ان انا بجيب الكويستشن وورد ان ذا ميدل اوف ذا سنتنس في نص الكلام. طيب هو شبه الان دايركت في ايه؟ شبه ان انا برتب الجمله بس بجيب سبجكت وبعد كده فيرب، بس من غير without changing ذا تنس، من غير ما اغير الزمن، لان انا مش بنقل كلام حد من وقت لوقت تاني. هو هنا انا بسال بس بايه؟ بولايت ريكويست، سؤال مؤدب، بس ارتب الترتيب الجمله. يعني هنا في الجمله دي كان يو كايندلي تيل مي وير، يبقى ذا مانجر از الاجابه طبعا ليتر سي ذا مانجر از. طيب لو كانت الجمله ديت مثلا اي اسكد احمد، انا سالت احمد وير، هنا بقى بحول من كلام مباشر الى غير مباشر. اي اسكد، انا سالت احمد، اي اسكد احمد وير ذا مانجر ووز، هنا بقى تحويل، بقى بنقل كلام من مكان من وقت لوقت، لكن هنا ده اسمه بولايت ريكويست، شبه المباشر وغير مباشر في ترتيب الجمله بس من غير without changing the tense، من غير ما اغير الزمن، يبقى الاجابه هنا طبعا letter C the manager is. احسنت يا مستر محمد. ننتقل لبيج نمبر 19 مع مستر نبيل بكير، اتفضل يا مستر. نمبر 37 يا جماعه استكمال الكلام مستر محمد فتح الباب. نمبر 37 من برضو الابرز بتاعت امتحان، نفس الشكل بالظبط، نفس الشيء. Can you tell me what of his space about his experience؟ وعندك his colleagues think، do his colleagues think، did his colleagues think، had his colleagues thought. لو الجملة بتاعتي بدأ can you tell me، could you tell me، و do you know، اعرف ده كلام، ده الكلام ده يعتبر كلام دايركت على شكل polite request زي المستر قال. يعني انا هدور يا جماعة، هختار الجملة اللي فيها الفاعل قبل الفعل وبدون تحويل الأزمنة. زي ما قلنا كده يا جماعه، can you tell me where the manager is، could you tell me how old you are. يبقى can you tell me الجمله اللي هي الوحيده هنا اللي مفيش اصلا تقديم الفعل على الفعل هي letter A. can you tell me what his colleagues think about his experience، ويبقى في interrogation mark في الاخر عادي. number 38 you should، ده بننتقل بقى درس جديد خالص، الدرس بتاع الالزام والضروره وعدم الضروره يا جماعه، درس مهم جدا جدا. you should، you must have، you have to، you must show your passport، انك تبرز جواز السفر بتاعك when you travel abroad. انا اركز هنا، يا ترى should ولا have to ولا must؟ انا هستبعد اول حاجه must have، على الاقل must have محتاجه تصريف تاتي الفعل، مفيش تصريف تاتي الفعل، هتفضل عندي should must have to. هنا ده يعتبر الزام خارجي، مش inner feelings، يعني ده outer feeling، يعني ده الزام المفروض عليك من بره. يعني انت you have no choice، يعني اللي بتستعمل للالزام الخارجي هي have to، يبقى الاجابه الصح you have to show your passport
هوني ترافل ابرود، لكن ماست يعتبر ان فيه الزام داخلي، وشود تعتبر سوفتر ذا ماست. يبقى الاجابه الصح يا جماعه هاف تو. احسنت يا مستر نبيل. ننتقل لبيج نمبر 20 مع مستر خالد عطيه، اتفضل يا مستر. نكمل كده يا جماعه مع بعض، نبدا ب 39. الجمله نقراها سوا، بتقول I space walk home yesterday as I lost my money. احاول افهم المعنى الاول كده. معنى الجمله انا فلوسي ضاعت فاضطريت اروح ماشي. لو بصينا في الاختيارات must, had to, needn't have, didn't have to، الجمله فيها yesterday يعني الجمله ماضي، فما نستعملش هنا must. لازم تاخد بالك ان الباست من must ايه؟ had to، بمعنى كان لازم، كان يجب، كان مضطر. يبقى نمبر 39 هتبقى نمبر سي I had to. اوكي 40 عفوا you space could go to the bank I can lend you some money. بيقول له انا اقدر اسلفك الفلوس. يبقى بالبلدي كده مفيش داعي تروح البنك. فكلمه مفيش داعي انهي واحده في الاربعه؟ needn't to, mustn't, don't have to, can't. هي ممكن تكون اي او بي، بس needn't المفروض ما اخدش معاها to. needn't is followed by infinitive بعدها مصدر، وبالتالي عشان كده هتبقى الاجابه نمبر بي you don't have to go to the bank. تمام that's all. احسنت يا مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 21 مع مستر رمضان التركي، اتفضل يا مستر. مع درس الدره برضه رجعنا مره ثانيه، زي ما قال مستر نبيل ومستر خالد، ماي فلات ستايد شقتي نظيفه. طب شقتي نظيفه اقول انا لازم انظفها، لازم اجيب حد ينظفها ولا مفيش داعي؟ فمفيش داعي تبقى هنا مين؟ لو انا بصيت هل نيدن ولا مصنت ولا دونت هاف ولا مصنت؟ دونت هاف عايزه تو، فدي استبعدت. مصنت يجب ان استبعدت برضه. مصنت ممنوع، يبقى ما قداميش غير مين؟ نيدنت. فور تو ذا ميل واز فري توداي، هنا بصت واز فري تو يو سبيس فور ات يو شود هاف سيفد يور ماني. انا عندي هنا هستبعد نيدنت بي عشان دي في البريزنت. عندي بقى ديدنت نيد تو بي صح، نيدنت هاف بيت صح، ديدنت هاف تو بي صح. طب ايه الفرق؟ الناس اللي مذاكره كويس نيدنت هاف فيد دي تعبر عن الندم، ما كانش في داعي تعمل حاجه وخلاص تمت. طب ديدنت نيد تو وديدنت هاف تو دي حاجه لسه ما تمتش، دي مستبعده، يبقى نختار ليتر سي. احسنت يا مستر رمضان. ننتقل لبيج نمبر 22 مع مستر خالد عبد الهادي، اتفضل يا مستر. شكرا مستر احمد. جمله نمبر 43 we have plenty of time، عندنا وقت كتير. We mustn't, needn't, must, have to, drive fast. الجمل في الضرورة بتعتمد على المعنى، مفيش بقى جرامر والكلام ده ما بيحكمكش كتير أو قد المعنى، إلا إذا كانت طبعا مضارع أو ماضي. هنا الجملة 43 بيقول عندنا وقت كتير، يبقى لازم نسرع ولا مش لازم نسرع؟ مش لازم، يبقى هي needn't على طول، يبقى الجملة واضحة بمعناها. عندنا وقت كتير مش لازم نسرع، يبقى needn't، ما بلزموش وبقولش mustn't. شوف الجملة نمبر 44 44 I had, I am going, I am able, I have to stay at home because I was ill. هنا الجمله بتتكلم في الماضي، تاخد بالك كوز اي ووز ايل، طالما جاب ووز يبقى انت عاوز ماضي. مفيش ولا واحده من الاختيارات في الماضي غير اي هاد، عشان كده ليتر ايه هو الاختيار الصح مستر احمد. احسنت يا مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 23 مع مستر صلاح عبد الله. يبقى يا جماعه هنا جمله 45 يو قدامك سبيس تيك ذا باس زير انذر 1 ان 10 مينتس، يعني مش لازم تاخد التوبيس دوت في 1 و10 دقائق. عندي ايه؟ دونت هاف تو، mustn't, can't, don't, need. يبقى هنا هنستبعد mustn't و can't طبعا، و letter D don't need محتاجة to، يبقى الإجابة A don't have to. 46 look for your pencil in the drawer، دور على القلم بتاعك. it ذاك الفراغ be there next to the ruler، يبقى الإجابة هنا عندي can't, must, have to, shouldn't، طبعا إجابة هنا إيه؟ letter B must. احسنت مستر صلاح. نشوف مع بعض بيج نمبر 24 and the last one مع مستر محمد فتح الباب. طبعا نمبر 47 مها ويل ويت فور هير هازبند شي هاز فورجيتن هير كي، هي لازم تقعد تنتظر جوزها لان هي مش نسيت المفتاح بتاعها. شي نوت هاف بروت ات، هي كذا كانت مفروض تجيبه يعني بالمعنى كده. طبعا هنا ماست هاف بروت ات، لا مش كده، ماست هاف والباست بارتيسيبل دي بتعبر عن اللي هو الديدكشن الاستنتاج، اكيد حصل كذا. مي طبعا ده برضو ايه الاحتمال، مايت نفس الكلام. فطبعا هنا الاجابه الصح اللي هي شود هاف بروت ات، كان مفروض ان هي تجيبه. طبعا هنا بوجه بليمنج اللي هو لوم ليها، ما كان مفروض تعمل كذا. برضو نيو سيستم لو جالي جمله زي كده وقال لي شي شود هاف بروت ذا كي، كان مفروض ان هي تجيب المفتاح، يبقى معنى كده يقول لك شي بروت ذا كي ولا didn't bring. طبعا الاجابه didn't bring، المفروض كان يحصل بس ما حصلش.
48 she not be talented she plays the piano the violin and the lute well هي ايه موهوبه اكيد موهوبه لان هي بتعزف على كذا البيانو والكمانجا والعود كويس يبقى هي اكيد مش كانت مش ماسنت طبعا ومش هاست ومش يجب ان طبعا هي اكيد حصل يبقى شي ايه شي ماست بي تالنتد اكيد هي موهوبه تمام احسنت يا مستر محمد مستر نبيل بكير في نص دقيقه كده لو عندك اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك او عن الكتاب اللي احنا عاملينه اتفضل بقول للطلبه بتاعتي الاعزاء طبعا دونوري احنا سبورتر ليكم في كتاب مدرس على الهواء بيحتوي على ماس اوف انفورميشن حشد هائل من المعلومات على النظام الجديد على اعلى مستوى فبادر بالحجز ان شاء الله كل واحد فينا هيبقى نراجع مع بعض الكتاب هيعجبكم جدا 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 مفيش فيه كلام ان شاء الله مستر خالد عطيه تحب تقول ايه الطلبه بتاعتك والله اقول لجميع الطلبه في مصر كلها سواء طلابنا او غيرهم ربنا يوفقكم وتعملوا اللي عليكم ان شاء الله كنت حابب بس اقول لكم حاجه يا جماعه لازم كل واحد يعمل اللي عليه فعلا في حدود قدراته انت اعمل اللي عليك وهات اخرك عشان ربنا يبقى عارف فيديك برضه من اخره وربنا ملوش اخر يعني لو انت عملت اللي عليك ربنا هيكرمك جدا حتى لو مش بالكليه اللي تتمناها اكيد هتبقى بحاجه افضل في حياتك وطبعا تاكيدا لمستر نبيل بكير استاذنا الفاضل بخصوص الكتاب الحاجه اللي هتتمكنك هو الحل الكتير والوقت ده يا جماعه مش وقت مذاكره كتير قد ما هو حل كتير فلازم نهتم جدا بالاكسرسايزز فان شاء الله الكتاب يحوز على اعجابكم كتاب فيه اكتر من 2000 جمله فان شاء الله ربنا يوفقكم ونسيب بقى معاكم مستر رمضان اتفضل يا مستر رمضان تكملة لكلام اساتذتنا الافاضل وزملائنا الافاضل اهدى كده وان شاء الله ربنا يوفقك ما تقلقش حل كتير لان الحل هو مفتاح التفوق وربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش اجر حد ابدا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله الكتاب كتاب متميز وفيه شغل كويس فيه نخبه من المدرسين يشتغلوا فيه كل واحد حط افكاره وتعدد الافكار دي مصلحه للطالب اعتقد يعني ان شاء الله هتستفيدوا وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق جميعا مستر خالد عبد الهادي تحب تقول للطلبه بتاعتك والله نحب نقول لطلبه الثانويه العامه في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه لسه في وقت الامتحان لسه باقي عليه وقت تعمل اللي انت عاوزه تجيب المجموع اللي انت عاوزه ما تيأسي في ناس بتيجي في الفتره ديت وبيحصل لهم توتر ده طبيعي بيحصل لكن لو انت كده عملت اللي عليك وذاكرت وبدات تشوف ايه الماده اللي انت مضايقاك وتبدا بيها وما تسيبهاش وما تبعدش عنها هتقدر ان شاء الله تحقق المجموع اللي انت عاوزه وربنا بيضيعش تعب حد واليومين دول يومين حل اكتر منه ان انت يتشرح لك حاجه تاني ومش هتلاقي اكتر من الاسئله المتميزه في الكتاب بتاعنا بتاع المراجعه ان شاء الله في برنامجنا هنا برنامج مدرس على الهواء وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله مستر صلاح عبد الله تحب تقول للطلبه بتاعتك بقول ربنا سبحانه وتعالى يوفق جميع الطلبه وان كل انسان عنده الفرصه موجوده كل طالب يقدر يحقق شيء عظيم جدا في الفتره اللي جايه وزي ما كل زمايل الافاضل اتكلموا الوقت ده وقت قد ايه هتحل اكسرسايزز واسئله في كل في الماده بتاعتنا والكتاب المعمول دوت يعني مش عاوز بس عشان ما بشكرش في حد موجود فيه الكتاب ده فعلا مجهود ناس يعني خبره 30 سنه واكتر في الكتاب ده فان شاء الله يبقى حاجه عظيمه جدا يا ريت الناس في مصر كلها تستفاد منه لانه حاجه بصراحه يعني رائعه جدا جدا والتوفيق لجميع الطلبه مستر محمد فتح الباب لو عندك اي رسائل للطلبه بتاعتك اتفضل طبعا انا بقول للطلبه ان دلوقتي وقت الحل فعلا زي ما كل اساتذه الافاضل قالوا وان انت تبدا تركز في الماده بتاعتك وتبدا بالحاجات اللي انت مش مذاكرها بلاش تجيب من القديم على طول ولازم ان انت تركز على الحل بالنظام الجديد وكل الاسئله وتشوف كل الاسئله وتبحث وتشوف وتحل من كذا كتاب عشان تقدر ان انت طبعا تتدرب على النوع الجديد وطبعا عندنا في الكتاب بتاعنا اللي هو مدرس على الهواء موجود فيه كل الأسئلة الجديدة فيها عندنا القسم اللي هو بتاع الثانوية العامة وبعد كده عندنا قسم أدفانسد وعندنا طبعا القسم اللي هو أوت أوف ذا بوكس يعني إيه بعيد عن أو الأسئلة بالنوع الجديد بقى دي عايزة بحث وعايزة إيه وعايزة شغل كبير جدا بنصحكم كلكم إن أنتوا تركزوا في الفترة اللي جاية الحل هو مفتاح طبعا النجاح في نيو سيستم الجديد ان شاء الله وربنا يوفقكم باذن الله احسنت مستر محمد وحلقه من الحلقات الممتعه وشرفتونا ونتمنى نشوفكم في حلقات قادمه وقبل ما نختم يا ريت المخرج بتاعنا يجيب لنا الكفر بتاع الكتاب تاني على الشاشه بحيث كل طلابنا يقدروا يتواصلوا مع المدرسين الافاضل من خلال التليفونات اللي هي موجوده تحت الصور
شكرا لكم جميعا، وتمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء.